مناسبتنا لو سميت لما يستيرك تفسير القرآن الكريم كان مدافر سرناك سعودي مساجد كعمر بن عثمان يدقمد إبراهيم كودبور كردي جي الشيخ محمد الشيخ إسماعيل وحكس وقيب قليل مناسبتنا لما يستيرك سي لو سمي علماء الدين تربضا مسؤولين كلام وعنا مناسبتنا السكة هادلي شيخ تفسير القرآن كردي جي شيخ محمد الشيخ إسماعيل وحنا وكور من مددي تفسير القرآن الكريم كو سعودي مقصد كي وتشدد أقوين وحويان إن كو إكرامنه قرآنك كريمك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب إلهي بقرآنك وحكوه لننك أستامها الروح أستامها قرآنك كرامية تاسوحي دليل أتهي إنو الروح سيمان ليه ذاتك أن حفلتها كالتقين حفلتها قرآنك أيغو فرحصن إيمانيا وحي كمر خاتتها إن يهين ضد أهل الإيمان إن شاء الله تعالى. عشر كان تفسير كقرآن كا ضد إلا الله بب قل أوقف أبادك سنشري رقي الدمر دأو البنوي الهائن أرديدنا معلك وضويت على معلكنا أرديد وضويت على مساجد كاسانا لقود برنشري مسؤولين تي مناسبة دا سكا هذا الشيء وحكم دا وزيرك وسارة الدين تي أوقافت الصومان لان شيخ خليل عبد الله أحمد يا وزيرك وسارة الدين بدتشين تا علي سعيد ريقل وعنايك ورمان فلدي القرآن الكريم كا يبرا الشدي السبا وحينا سيكو بيابا هدين نتشاهل نهي وقفكو آن وحبا بقرنين يابا رونان الله يتبرس لها كل علماء دا تغاني لكن وحبا إن أولانين يقفك قرآن كريم الدين تي رو قرنية دين عنا وكدافية وابتين نوغو درنبا إلهي سبحانه وتعالى شرف يا كرام أيو كتاب نحيا لي وكتاب إلهي سبحانه وتعالى نوغو يا لي أما نحلقي إن إفتين بلارن أوه هنون إلهي كو هنون أيو أمد المسلمين تا خيرك إلهي وشيغ أيو إلهي قوت المام أيو أمد الوحيد هذا نقف هدو دون أيو إنو إلهي الله هدلو وإنو صلاة قلو هدو دون إلهي سينو هذا الكدق يستو وإنو قرآن كيس آخرستو يفرين تيسا وآخرستو رنتي كتاب كان سعودي الشيخ محمد دودا أفرد سنوضا وسودي وتفسير كيسة معاني ديسة دادك أشهر حيي إن بضم باكة فايدي وحان إلهي وبره يعني ميزان حسنات كيسة وقليه تعب كيسة إلهي وحصليه علماء وديك مناسبة دا السكة هذا الشيء وحكم دا وسيرك وري وسارة دا الدين تا يوقف تا صومالي لان الشيخ محمود محمد صوفي إيا الشيخ المس الشيخ يحيى الشيخ عبد الرحمن إيا علماء كلو لما تود بكور ربي مناسبة دا سي إيا تفسير كقرآن الكريم كاين لبرتسير أي مهم كوتهاي